نغل بشرى الليال شوقا إلى رحب الوصال والروح تسري بالخيال والوعد يحلو مع الرسول والوعد يحلو مع الرسول بيض المكارم والخصال زانت بأوصاف الجمال ومع الرسول بخير حال نور البصائر والعقول نور البصائر سبحان والعقول سبحان ربي ذا الجلال إذ زان بالخلق الفعال والشوق في القلب سجال بين الحنايا لا يزول بين الحنايا لا يزول تزدان بالبشرى الليال شوقا إلى رحب الوصال والروح تسري بالخيال والوعد يحلو مع الرسول والوعد يحلو مع الرسول سلام الله عليكم ورحمته ومغفرته ورضوانه وبركاته أينما كنتم أسعدكم الله بالخيرات. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقات التي تتناول جوانب مهمة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن شمائله وخصاله الحميدة. أيها الكرام، نسعد معكم بضيفنا الدائم في هذه الحلقات فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم ونفع بكم. بارك الله بكم سيدي. سيدي، اليوم أريد أن أتحدث عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل ذلك كنا قبل التصوير نتحدث عن آية كريمة تخاطبنا نحن المؤمنين، يقول تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فجعل الله لنا بحبوحتين من عذاب الله. البحبوحة الأولى أن يكون الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. كيف نفهم هذه الآية اليوم؟ والله كأني أتمنى أن أقدم بمقدمة أخرى. نعم. ما يفعل الله بعذابكم جميعا إن آمنتم إن شكرتم وآمنتم شكرتم وآمنتم. يعني أنت شكرت نعمة الإيجاد والإمداد والهدى والرشاد بعد إيمانك. الآن هذا العذاب الشخصي متابع إلى سبب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم إن شكرتم وآمنتم. لا. معنى المصيبة إلى هدف سامي. ابحث عن السبب. هي كفرد. لا. في مشكلة بلا سبب مستحيلة، في سبب ابحث عنه. هي كإسلام فردي، يعني في مليارين إنسان، إذا واحد استقام وحده يتمتع بنعمة الطاعة لله عز وجل وينجو من العذاب هلأ كإسلام جماعي، كإسلام ينتشر في الأمة تعتبده القوى الفاعلة، إسلام ينتشر يدعى إليه بلا مؤاخذة مثلا، هذا يحتاج إلى أن يكون منهج الله ومنهج النبي مطبقا في هذا البلد. وما كان الله ليعذبكم وما كان الله ليعذبكم وأنت فيهم. كلمة ما كان دقيقة جدا. لو أنه أنت سألت إنسان هل أنت جائع يقول لك لا. سألته عن حدث، يعني إنسان محترم جدا جدا جدا، قلت له هل أنت سارق؟ ما بيقول لا، بيقول لك ما كان لي أن أسرق. هذا نفي الشأن. ينفى معه 12 فعل: لا أفعل ولا أرضى ولا أغطي ولا أرتاح ولا ولا ولا. هون كلمة دقيقة، وما كان الله، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعذب الأمة ومنهج النبي مطبق فيها. الله. مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعذب الأمة ومنهج الله مطبق فيها. فدائما ابحث عن السبب. من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر، صار هو المصيبة. إذا نحن في عنا شيء فردي له شرطان: الإيمان والشكر وعنا شيء جماعي يكون هذا المنهج مطبقا في حياة النبي الكريم.
في حياتنا، منهج النبي في حياتنا. إذن سيدي وأنت فيهم في حياته، منهج النبي مطبق في حياة الأمة. يوم كان بينهم هذه الآية معناها واضحة. واضحة. اليوم هو المنهج. منهج. وأنت فيهم أي منهجك. يعني هو دائما الرجال قوامون على النساء. نعم. الرجل ذكر والأنثى. نعم. الجامعة أنثى والجامع ذكر. إذا استمدت الجامعة منهجها من محي السماء ترتقي. نعم. ينبغي أن يكون. أما إذا استمدت منهجها من وحل الأرض لا ترتقي. نعم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه البحبوحة الثانية. الاستغفار. نعم. استغفار ندم. ندم توبة. دائما التوبة إلى ثلاث شروط: الندم والإقلاع والعزم. ندمت على ما فعلت، استغفار. أقلعت عن فعلي، استغفار. ثم أن أعقد العزم الكلية ألا أعود. خلاص ألا أعود في الاستغفار. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا نحن في بحبوحتين، إما أن نطبق المنهج أو إن زلت قدمنا أن نعود إلى المنهج. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جل جلاله. سيدي الكريم، بدأنا بهذه الآية ونأتي إلى الشمائل التي نحدث عنها. نتحدث عن شجاعته صلى الله عليه وسلم، أخلاقه، العفو والتسامح والصفح، تحدثنا عنها. فقد يتهيأ للبعض أن هذه الأخلاق أحياناً ترتبط ببعض الناس بالحاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتطامن أو بالجبن. رسول الله كان شجاعاً، لكن لابد من ملاحظة. نعم. دائماً الفضيلة وسط بين طرفين. نعم. التهور لا، ليس شجاعة، التهور ليس فضيلة، والجبن ليس فضيلة. نعم. دائماً وأبداً الفضيلة بين طرفين حادين. نعم. هي وسطية، الوسط معقد العزم. فلذلك الشجاعة بتهور انتحار. نعم. وعدم بذل جهد للانتصار جبن. نعم. بينهما دائما الفضائل كلها وسط بين طرفين. نعم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. إذن أوتي قمم الأخلاق كلها صلى الله عليه وسلم. فسيدي كما قلتم الشجاعة وسط بين التهور. نعم. والجبن. نعم. هنا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. العرب كانوا في ملمح دقيق جدا. نعم. فطري. أي أمر أمرنا به الله عز وجل فطرنا عليه. نعم. وأي نهي نهينا عنه فطرنا على تركه بالفطرة. والدليل: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. تمام. الفطرة أن تحب الخير لا أن تكون خيرا، أما الصبغة أن تصطبغ بالخير. فرق كبير بين الفطرة والصبغة. الفطرة ميل، الصبغة تمثل الخلق، هو النهاية صبغة. نعم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. أما الفطرة أميل للخير، أميل للعدل، لا أن تكون عادلا، أن تميل للعدل. أما الصبغة أن تكون عادلا، أميل للعطاء لا أن تعطي، أما الصبغة أن تعطي. فرق كبير بينهما، واحد ميل الثاني فعل. نعم. إذن لأتمم مكارم الأخلاق سيدي، هذا دلالة الفطرة. في أخلاق فطرية. نعم. حتى في الجاهلية كان في مروءة. نعم. كان في شجاعة، كان في كرم، هي قيم الجاهلية. جاي الحديث لأتمم. نعم. شيء دقيق جدا، كل حرف من كلام النبي له معنى كبير. وسلم. وأيضا يمكن أن نفهم الذي تفضلتم به في البداية، يعني العرب عندهم شجاعة لكنها قد تصل إلى التهور. نعم. يعني والتباهي والتفاخر لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما تممها رشدها بالشكل الصحيح. نعم. شجاعة. نعم. في أرض المعركة شجاعة. يعني هو أجمل شيء أن تجتمع فطرة الإنسان مع شرع السماء. الله. في عنده فطرة راقية في الأصل تحتاج إلى توجيه وترشيد وترشيد. جميل. فمن جمع بين فطرته وبين تطبيق منهج الله عز وجل جمع الحسنيين. نعم.
نعم سيدي، أيضا ما دام ذكرنا الحديث نعود إلى أوله، إنما بعثت معلما، يعني يلخص هدف البعثة بالتعليم. كنت في جلسة كلها معلمون، نعم. أقدم لكم وسام شرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله النبي الكريم: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم. فأعطى للتربية والتعليم، نعم. معلم والأخلاق، إنهما شرطان لازمان غير كافيين. يعني العلم وحده لا يكفي، اللي صنع القبلة الهيدروجينية عالم، القبلة الذرية عالم، بس هذا علم ليس العلم الذي أراده الله عز وجل، علم للتدمير، بس في علم للبناء. فنحن نبني ونتمنى أن نكون أقوياء كي ندافع عن أنفسنا، بس دائما الدول الراقية بتقول وزارة الدفاع مو وزارة الحرب. نعم. الدفاع، نعم. نعم. وزارة التربية والتعليم، نعم. بعثت معلما، نعم. ولأتمم مكارم الأخلاق، نعم. مكارم الأخلاق. سيدي أيضا في شجاعته صلى الله عليه وسلم، الشجاعة سيدي أحيانا يعني تكون لإظهار النفس ولأن يظهر الإنسان بمظهر الشجاع، إنما قاتلت ليقال عنك جريء وقد قيل خذوه إلى النار، لكن شجاعة المؤمن لإحقاق الحق الله وصرف الباطل، شجاعة مقدسة. نحن في عندنا طباع كثيرة يتمثل بها الإنسان، بس هذه الطباع أحيان توظف للحق تأخذ قدسيته. نعم. المؤمن شجاع لنصر الحق، وإن تنصر الله الله هو قوي، بس إذا أنت دعمت دين الله، يعني هذا الذي سمح له أن يفطر لعلة صحية ينبغي ألا يفطر في الطريق حفاظا على دين الله عز وجل. أما الذي يتحدى المسلمين ويأكل في رمضان أمام الناس، هذا ليس عاصيا بل فاجر مجاهر. الفجور أن تجاهر بالمعصية وتفتخر بها. نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. الله يخليك. إخوتي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء الطيب أشكر لكم حسن المتابعة، وأشكر لشيخنا ما تفضل به، راجيا الله تعالى أن نلتقيكم دائما وأنتم بخير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزدان بالبشرى الليال شوقا إلى رحب الوصال، والروح تسري بالخيال، والوعد يحلو مع الرسول، والوعد يحلو مع الرسول. بيض المكارم والخصال زانت بأوصاف الجمال، ومع الرسول بخير حال، نور البصائر والعقول، نور البصائر والعقول. سبحان ربي ذا الجلال، اتزن في الخلق الفعال، والشوق في القلب سجال، بين الحنايا لا يزول، بين الحنايا لا يزول. أزدان بالبشرى الليال شوقا إلى رحب الوصال، والروح تسري بالخيال، والوعد يحلو مع الرسول، والوعد يحلو مع الرسول.